شيماء نبيل، ايه اخبار حملة جمعية صناع الحياة؟ تمام، الحمد لله. احنا ان شاء الله من المتوقع ان احنا هنعمل مشروع قريب باذن الله. المشروع هيبقى ان شاء الله عبارة عن مشروع ملابس. المشروع المرة دي مختلف عن كل المشاريع اللي حصلت في الدور. احنا ان شاء الله بنحاول نغطي 500 اسرة. ايه وجه الاختلاف؟ ان احنا عندنا المشروع المرة دي مش هيبقى بالمجان، احنا عاملين زي مبلغ رمزي على كل قطعة، هتبقى ان شاء الله من جنيه لاتنين جنيه. المبلغ ده ان شاء الله هنوديه، اللي هيعود من المشروع كله هيروح لمستشفى 57 357، بحيث ان احنا نبقى كده قدرنا نعمل خيرين في وقت واحد واستفدنا بالثواب ان شاء الله. طيب مستمرين لحد امتى يا شيماء؟ احنا ان شاء الله من المتوقع ان احنا هيبقى يوم التوزيع ان شاء الله، من المتوقع ان يبقى يوم 16، ربنا المستعان ان شاء الله. هنشوف احنا ان شاء الله قبل بدايه العام الدراسي. ان شاء الله هيبقى نهايه المشروع في نفس المكان اللي هي حديقه الشهداء. ان شاء الله هيبقى في حديقه الشهداء، اكيد هنعلن عنها في كل الاماكن ان شاء الله. بعد كده احنا معانا دلوقتي حوالي 2000 قطعه، من 2000 ل 3000 قطعه شغالين فرز اول، وعندنا كل المجهودات الموجوده معانا تقريبا كلها مجهودات ذاتيه خاصه بالجمعيه. مش طيب ناس احدى برضو منسقي الحمله، كم عدد المستفيدين ولا هل هي قاصرة على أهالي طرسينا بس؟ هي في الأول هي قاصرة على أهالي جنوب سيناء. احنا بنحاول إن شاء الله نغطي حوالي 600 أسرة، ده اللي معانا بحث حالات، غير إن شاء الله اللي مش معانا بحث حالة هيجوا برضه، وإحنا عاملين لهم أيام مخصصة. يعني الموضوع منظم وفي بحث حالة، يعني مش موضوع عشوائي. يعني ان شاء الله لو في كمان ملابس بقت معانا احنا ان شاء الله ناويين نطلع بيها بره الدور، بس لسه الموضوع هيبقى بتنسيق طبعا مع وكل جهود ذاتية. كلها طيب اقبال للناس، يا ناس وضعه ايه وتقبل الاهالي للحملة؟ لا والله هم الناس ما شاء الله باين عليهم اقبال، وكل اللي يقدر يقدم حاجة بيقدمها، مساعدات او هدوم او اي حاجة من هذا القبيل. يعني بالتوفيق إن شاء الله. شكرا.